ماشي دكتورة تيسير. ماشي analysis to facial or articular temporal nerve. Facial or articular temporal nerve. ماشي. You are performing a study of blood pressure readings in patients with CKD, assuming that the results are normally distributed. What percentage of value lie within two standard deviation of mean blood pressure? ده سهلة. كام؟ 95 وإيه؟ 4. A 24-year-old man is admitted with head injury. Approximately 1 hour ago, he was hit on a lateral aspect of his by high-velocity cricket ball. A collateral history revealed that he has lost consciousness immediately after impact. ده بتاع اللي هو الهيمورج ولا ايه ده. A paramedic on the scenes noticed the glass coma scale 15. يعني هو كان 50 15 وبعد كده ان اكزامينشن جلاس كوما سكيل 13 15 صح ولا ايه؟ يعني هو لا هو في الاول كان 15 وبعد كده نزل ل 13. ده انا فاهماه. يعني بص باراميديكس ان سين نوتس ذا جلاس كوما كور اوف 15 الايه اون ارايفل. examination بقى 13 on arrival of department. ماشي. He has anterograde and retrograde amnesia to events. You arranged a CT scan. What clinical signs would be concerning this in this patient? تمام. pyrexia ولا hypotension ولا bradycardia ولا tachycardia ولا decrease blood pressure. يعني هو لو هو بيتكلم على التشويسز ده فبيتكلم على سيفير اكسترا ديورال هيموريدج، فهي عامله لنا اللي هو اللي اسمه كوشنج ريفلكس صح كده. هو اللي بيعمل سبريشن للفازو موتور سيستم، يعمل لنا مثلا هيقلل يعمل هايبوتنشن هايبوتنشن وبرادي كارد الاثنين. لو هو ده الميكانيزم اللي انا فاهمه، تاكي كارديا لا، بايركسيا لا، انكريز البالس بريشر لا، بالس بريشر لا. هو بيسأل عليه عشان ما كنتش حاضر السؤال. بس هو واحد ضغطة جامدة بالروكت في الكريكت اتخبط خبطة في دماغه وجه الكونشس 13 تمام، وامنيزيا ريتروجريد وانتجريد. بيقول لك كده تعمل له ايرجنت سي تي الكلينيكال ساين اللي هي اللي انت موست كونسرنينج ان ذيس بيشنت. تبقى ايه بقى؟ هو احنا لو احنا قلنا على الهيمورج لو اكسترا ديورال او سب ديورال او ايبي ديورال تمام. هي سب ديورال لا ولا بس هي ليه الامنيزيا؟ ما هو الامنيزيا ده الكلو. الامنيزيا ايه؟ حاجه سيفير وكومبريسيف ولا ايه؟ ولا حاجه في الفنتريكل؟ ما هو لو السب ديورال ممكن يبقى في الفنتريكل، هيبقى ادينا هيمورج في الفنتريكل تمام، ده جزء. انما لو هو الاكس ديورال ممكن يبقى حاجه كبيره وكومبريسيف بس ما بيعملش انتو جريد ولا اعتقد البروجريسيف الجلاسكو كوما سكيل بتاعه بينزل. لو هو الاكس ديورال اعتقد كان بيعمل كونكشن و يعني بيحصل الاول لوس اوف كونشسنس وبعدين يرجع جلاسكو كوما سكيل ما بيبقاش. فاعتقد ان هو بينزل كده، يبقى هو دي كيرفال يعني يبقى ايه؟ يبقى ايه بايركسيا مش عارفه. ماشي يعني هو كوشن ريفلكس ده اللي هو كان بتاع اللي هو التاكي كارد هايبوتنشن مع التاكي كارد ولا برادي ولا برادي بس لو حاجه سيفير هيرنيشن، لو سيفير هيرنيشن وفي حاجه كومبريسنج انا ما اعتقد الفيفر هايبوتنشن فيفر حاسسها برضه هايبوتنشن، ممكن هايبوتنشن او بايركس واحده من الاثنين دول. طيب نشوف برادي كارد. طب ليه بقى؟ الكوشنج ريفلكس بس هو ماشي. باثولوجيكال ريسبونس تو انكريز انتراكيان تنجن ريزلت ان هايبرتنشن. مش شايفه ازاي؟ هايبرتنشن اند هم الاثنين عكس بعض، انا فاكره انهم الاثنين عكس بعض بس كانوا ايه مش فاكره. تقريبا حصل يعني حصل ضغط كبير انكريز الانترافرينيال بريشر وده بيخلي يحصل هيرنيشن الهيرنيشن ده بيضغط على الفازو موتور اللي موجود في الميد برين تقريبا.
تقريبا الاب ايوه بتضغط على تخش بتضغط على الميد برين او حاجه زي كده، فبيعمل لنا الاثنين هايبر تنشن والبراديكارد. انا كنت حافظها غلط، كنت فاكرها. لا انا برضو فاكراها هايبو هايبو. ماشي طيب، the mechanism of injury loss of consciousness and lucid interval اللي الدكتورة كانت بتقول عليها should be ring alarm bells to extradural hematoma. Cushing reflex is psychological nervous system response to increased intracranial pressure that results in hypertension and bradycardia. Cerebral perfusion pressure equal mean arterial pressure minus intracranial pressure. يعني احنا بالسيريبيال بيرفيوجن بريشر، دي معلومه جديده، بتساوي المين ارتيريال بريشر ناقص الانتراكرينيال بريشر. ماشي، هو الانتراكرينيال بريشر ده هنحسبه ازاي اساسا يعني؟ طيب ما علينا. therefore قسطرة كده تقريبا بتركب زي قسطرة كده بتركب الفيس أسطرة؟ حاجة زي البلمونري كستر كده، حاجات بركبوها برضه. تمام. تمام. In the therefore, if intracranial pressure is high, the only way the body can compensate the increase of the cerebral perfusion pressure by increasing of the mean arterial pressure. تمام، هو هيزود المين arterial pressure. Sympathetic reflex therefore result in hypertension. عشان عايز يزود المين arterial pressure ك compensatory mechanism ل cerebral perfusion pressure، عشان ده cerebral perfusion pressure بيبقى عالي فبيزود لنا sympathetic reflex، هيزود لنا الضغط عشان يزود لنا المين arterial pressure. therefore result in hypertension the result in counter parasympathetic reflex by stimulation of baroreceptor result in bradycardia. يعني احنا عندنا السمباثاتيك بيزود لنا المين اكسير بلاد بريشر من الهايبرتنشن، الباور سمباثيتيك بيعمل لنا برادي. طب هو ليه الريتروجريد امنيزيا والاتروجريد امنيزيا ايه تفسيرها برضو؟ الانكس بيتهيألي، الانكس هي اللي ضاغطه بيتهيألي برضه، مش عارف، بس هو مش كاتب حاجه هنا. شيل حاجه هنا ميموري في الكورتكس ولا ايه؟ انا قصدي ان السوبرا تنتوريال دي الانكس بتقوم داخله من الـ من الـ مع الضغط الشديد بتقوم ضغط على الميدبرين، فممكن تدينا حته الامنيزيا وتدينا اللي هو الفازو موتور سنتر ده يعمل الهايبر تنشن والبرادي، بس مش عارف هل التفسير ده صح ولا غلط. دكتوره نهى لما تيجي بكره نسالها ان شاء الله. مش ده معنى اصلا اليوسيد طيب ليش اللي هو بيبقى فيه لما اعملوا الكوشنج ريفلكس؟ ما هو صح، اليوسيد انترفل بيبقى فيه بيبقى ينسى العادي بتبقى موجوده فيه ان هو بيبقى فيه امنيجي. لا اللي انا فاهمه اليوسيد انترفل ان الكونشس بيبقى بيقل وبعد كده العيان بيفوق كويس جدا وبعد كده بيرجع تاني، يعني ده له علاقه بالكونشسنس ليفل بس، انما ملوش علاقه لا بالامنيجي. اعتقد كنت قريت ان ساعات بيبقى فيه كده، بيبقى فيه ساعات ممكن امنيجي عن الايفنت او ماشي، بس هل بيحصل انتو اسمها الايه بيسموها الانتو جريد وريترو جريد؟ يعني هل بيبقى بالصوره دي الامنيزيا؟ بتهيالي لا، في البوست كونكشن، يعني في الكونكشن لا، بتهيالي ما بيبقاش بالصوره دي تحديدا. يعني عموما لو حد يسرش لنا على الكوشنج دي، انا بحس عن الليسن انترفال هو نفس الكلام، it's a period of time between regaining consciousness after a period of unconsciousness resulting from a head injury and deteriorating of head injury and deteriorating after the onset of neurological sign and symptoms caused by injury. بس كده يعني زي ما احنا قلنا كده، هو ملوش علاقه بالامنيزيا يعني. مش هي الاكسترا ديورا بتضغط على الكورتكس؟ يعني الكورتكس ده فيه حصلنا على الكوشنج ريفلكس، مش هيد كوشنج. لا الكوشنج ده حاجه تانية، مش الامنيزيا اللي هي الميموري ولا حاجه تانية. انا فاهم، انا قصدي يمكن الامنيزيا دي. الكوشنج ده حصل ازاي؟ انه حصل تقريبا هيرنيشن، الحته اللي عملت ضغط يعني ضغطت هي برضه، هي عملت ضغط واتضغطت هي، فممكن مش الانكس تقريبا ليها دعوه بالميموري باين ولا ايه؟ انت ليه مركز مع الانكس؟ الانكس فيها ايه؟
هو بص، انا حاسه ان هو الفائده من السؤال ده ان هو انه يعرفنا ان احنا نبقى واخدين بالنا من السيفيريتي، لو في اي هيد تروما نعرف الساين اوف سيفيريتي اللي هي ان العيان داخل الموضوع خلاص يعني. فهي موضوع الكوشنج ريفلكس وموضوع ان الساين انه يحصل برادي او كارديا كده، ده يعني انديكيشن للسيفيريتي. الحاجات التانيه بقى انا حاسه ان هي ممكن تبقى ديستراكتور او كده، مش لا يا دكتور، انا بصي انا دورت عليها، فهو كان بيقول هو فعلا ريبورتد كيسز يعني، مش ذا يوجوال يعني، ولكن ده بزياده بسبب السيرب بيرفيوشن بريشر، ده بيعمل لنا شورت تيرم لوس، وبيعمل لنا حاجات تانية برضه، دايبيتس انسيبيدس وان ابروبيت سكريشن اوف انتي دايوريتيك هرمون، فده غالبا عشان البيرفيوشن بريشر، ده اللي بيعمل لنا الموضوع ده. طيب بس كده. تمام كويس. اوكي عندي الكلام ده تحب نقرأه؟ نقرأه. عارفة احنا قريناه تقريبا، هو تلفون دايما ماشي. Cerebral perfusion pressure is defined as being net pressure gradient causing blood flow to the brain. SBP is tightly auto-regulated to maximize cerebral perfusion. A sharp rise in CPP may result in rising of intracranial pressure and fall in CPP result in cerebral ischemia. It may be calculated by the following equation, CPP equal mean arterial pressure minus intracranial pressure. يعني لو عندنا CPP زايد فده بيزود لنا بيزود الانتراكرينال بريشر اللي بيعمل لنا ischemia. تمام. Following trauma, CPP has to be carefully controlled and may be require invasive monitoring of intracranial pressure and mean arterial pressure. A 15-year-old girl presented urticaria rash, angioedema, and wheezing. Her mother states that she had just come from her younger sister's party where she had been helping to blow up balloons, بتنفخ بالونات يعني. What is the most likely diagnosis? C1 esterase deficiency, which is hereditary angioedema, allergic contact dermatitis, peanut allergy, latex allergy, and irritant contact dermatitis. دي هتبقى latex allergy. Type 1 hypersensitivity reaction which is anaphylaxis. هو بس ببساطة كده لاتكس أليرجي عندنا نوعين، نوع اللي هو الكونتاكت ديرماتيتس اللي هو عند الناس عادية كلها، ونوع تاني even لو patient exposed to latex بيجيله anaphylaxis. لاتكس اللي هي البالونة يعني ولا ايه؟ اي حاجة فيها لاتكس زي الجوانتيات البالونة او اي حاجة فيها الماتيريال اوف لاتكس يعني. تمام. في ناس بتلبس اللاتكس اللي هو الجوانتيات اللاتكس دي بيجي لها كونتاكت ديرماتيتس يعني، تديها كونتاكت ديرماتيتس. النوع التاني اللي هي المعلومة اللي كانت جديدة برضه بالنسبة لي، ان هو لو حد ممكن اكسبورت تو لاتكس حتى بالكونتاكت جاست ممكن يجيله انافلاكس. انا مش فاكرة ايه كان كاتب لها كحاجات تانية برضو رير برضو بتعمل نفس القصة يعني. بنانا وكيوي اعتقد كانوا في فروتس مثلا معينة بتعمل لهم. ايوه تمام. انا هحاول اجيبها لك دقيقة واحدة، انا اول مرة كنت اقراها ان هو اللاتكس بيعمل، كنت حاطة مستغربة المعلومة. تمام. في حاجة اسمها لاتكس فروت سيندروم، لاتكس حاجة اسمها لاتكس فروت سيندروم، ده عبارة عن recognize that many people who are allergic to latex also are also allergic to fruits partially with avocado البنانة pineapple. حاجة اسمها باسيون، مش عارفة اسمها يعني ايه بالانجلش. باشن فروت، باشن فروت فيها بذور كتير. اللي هو الماركوريت إيه، معرفش يعني ايه. تمام. شستنا اللي هي المكسرات يعني، ستروبري اند مانجو، يعني اللي عنده اليرجي ده ممكن يجيله اليرجي من الحاجات التانية، افوكاتو بانانا باينابل باشن النوت ستروبري اند مانجو. مانجو دي انا فعلا في واحد عشان كده سألتك هل المانجو تبعهم، في واحد كان مجرد بس ما يلمس المانجو بيبقى انا في انافلاكتيك شوك.
كله ما بياكلهاش هو طبعا، بس مجرد ما يلمس الافرازات اللي طالعه منها تقريبا. هو ده اللاتكس فروت سيندروم، لاتكس فروت سيندروم، يعني هو اللي عنده اليرجي لللاتكس عنده برضو اليرجي للحاجات الفروتس دي. تمام. ماشي. A 25-year-old female patient present to emergency department with 2-day history of bloody diarrhea and abdominal pain. She was admitted under medical team for IV rehydration therapy. The next day, she developed general edema with sudden drop in her urine output, as well as AKI. In urgent blood sample, we send the two results. قبل ما نقرا الكلام ده كله هيطلع اللي هو ال HUS. تمام؟ ماشي. هيموجلوبين 9، اليورية 303 طبعا عالية جدا، الهيموجلوبين برضو عندنا أنيميا، الكرياتينين 285، البريفر بلاد فيلم اللي هو الشيستوسايت. ماشي. What's the likely infection caused by clinical mixture اللي هو الإيكولاي مش عارفة 175-17 موجود؟ ما هو ده. صح. وبرضه مش ده لو تأثير انتيبيوتيك ولا من غير انتيبيوتيك برضه؟ اللي هو ايه؟ السندروم ده بيحصل بعد انتيبيوتيك ولا عادي قبلها؟ لا ملوش علاقة، ده عبارة عن الايكولاي 175 اتش 7 ده بيدخل بيعمل حاجة اسمها ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. تمام؟ العيان بيجي بايه؟ هيجي ب ايكولاي اوفولونج الدايرية. ماشي. البيشنت ده اللي هتلاقي فيه معاه انيميا، هتلاقي فيه هيمولايسيس، هتلاقي فيه ممكن تلاقي البيلروبين ال دي اتش بتاعه عاليين، هتلاقي فيه بتاع قلنا انيميا ثرومبوس، وهتلاقي فيه ثرومبوسايتوبين. تمام؟ ده بيتحط من تحت اسم ثرومبوتيك بيبقى معاه ثرومبوسايتوبين اللي هو ثرومبوتيك ثرومبو اللي هو ايوه بالظبط. تمام. فهو البيشنت اي واحد يجيله دايريه بعدها اي كي اي فخلاص ده الهيماتوكروميك سيندروم. هما بس بييجوا الانتي في بايوتيك كان له رول برضه في القصه دي اعتقد. لا ملوش علاقه الانتي بايوتيك، ده البكتيريا نفسها عشان بتعمل حاجه اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم تقريبا، فاهمني؟ انا مش فاكره الميكانيزم، هو اللي بيعمل لنا الموضوع ده، هو بيعمل لنا اي كي اي من الحاجات بتاعت رابيد بروجريسيف جلوميرولونيفريتس نيفرايتس، وهي هي اصلا ايه المايكرو كلها بتطلع اكزوتوكسين تقريبا، ولا ده ولا هو السبب ولا الام هي دي اللي بتعمل بلادي دايريه. مش احنا قلنا الحاجات اعتقد الايكولاي الانتيبيوتيك ان هو بيكسر البكتيريا فبيزود التوكسين اللي هي فيها دي، بتدخله بسرعه في تقريبا في السندروم ده لا انا ما اعتقد عرفتش يعني. صراحه، انا قريت ان هو حد بيجي بلادي دايريه يومين كده او بعدها يعني بأيام، يعني مش لونج بيريد، وبعد كده بيجيب اي كي اي وشيستوسايت والبليروبين عيني وانيميا. تمام؟ فهو بيتشخص كده. ده بيجي لك سؤال المكتوبين هنا ديفرنشال كده. the use of antibiotic increase the incidence of hemolytic syndrome because as motility is low, the gut is exposed more to the toxin for a longer period of time. لا بس انا كنت الانتيبيوتيك قراتها قبل كده. سلو للجط يعني ولا الانتيسبوزموتيك؟ هذا الموضوع يتكرر، هبقى نبقى نقراه ونشوف ان شاء الله عشان ما تركيش. تمام ماشي. السؤال التاني اللي بيجي اللي هو التي تي بي لما يقول لك حاجه برومننت سي ان اس، ماشي، معاه برضو جاله سي ان اس ومعاه شيستوسايد وانيميا نفس السيناريو بس من غير الكدني، يعني ده التي تي بي يعني ميلي نيورولوجيكال سيمتوس ايكولاي او 157 على اتش 7 اد سترين كودنج كيموتيك كروميك سيندروم. ذا كلينيكال بيكتشر سجست اتش يو اس ذا بيشنت ويز كومباينيشن اوف بلاد دايريا اكيوت ان فيلر ويز هاي يوريا هيموليتيك انيميا كونفيرمد باي بريدنس اوف ذا شيستوسايت. الايكولاي 157 على اتش 7 از سترين كود باي هيموليتيك كروميك سيندروم. سالمونيلا شيجيلا كامبيلوباكتر كوز بكتيريو كوز بلادي دايريا بات نوت كومن هيمونتيك كرونيك سيندروم فيلورا از نوت كوز اوف بلادي دايريا. الايكولاي از ا فاكولتيف انيروبيك لاكتولوز فورمينج جرام نيجاتيف برود ويتش از ا نورمال جوت فورميشن. ايكولاي انفيكشن ليد تو فيرايتي اوف ديزيز اوف هيومن انكلودينج دايريال ايلنس
يو تي اي اند يونيتال نيجايتس. يونيتال نيجايتس دي خدناها قبل كده ماشي. ايه هو السيروتايبس اكوردنج كلاسيفيكيشن تو انتيجين ويتش مي تريجر اميون ريسبونس. يعني المشكله في الانتيجين اللي موجود عليه اللي بيعمل لنا تريجرنج اميون ريسبونس. اول حاجه الاو او كي او اتش ده الانتيجين. الاو ايه هو الاوريجين بتاعه؟ اللايبو بوليساكرايد لاير. احنا قلنا او فور لايبو، اللايبو فيها او يبقى او لايبو بوليساكرايد لاير. الكي بتتنطق زي كابسول كي وكي، ده موجود كي انتيجين فروم كابسول، ده بيعمل لنا ايه؟ ان نيتال جايتس سكندري تو كولاي يوجوالي كوز باي سيرو تايب ذات كونتين ذا كابسولار انتيجين كي 1. يعني احنا دلوقتي الانتيجين اللي هو الكي اللي في الكبسول ده اللي من نيتال مينجايتس. طيب الاتش 4 فلاجيلين، الاتش 4 موجود فين؟ في الفلاجيلين. الايكولاي او 157 اتش 7 از بارتيكولاري سترين اسوشيتد ويز سيفير هيموراجيك ووتري دايريا، ات هاز هاي مورتاليتي ريت اند كان بي كومبليكيتد باي اتش يو اس syndrome often spread by contaminated ground beef. تمام. A 67-year-old man is discharged after having percutaneous coronary artery intervention following acute coronary syndrome. He has no past medical of note prior to acute coronary syndrome, which lipid, which type of lipid modification therapy should have been started during the admission. Simvastatin 40, atorvastatin 10, atorvastatin 20, atorvastatin 40, atorvastatin 80. خلاص دي فترة البحث اللي بقى كام؟ 20 لا 80 80 80 اكيد كورونري وعمل انترفينشن سكندري بريفنشن. تمام ماشي. A patient with established cardiovascular disease should take atorvastatin 80 milligram one per day. انا بقى عندي بقى ده كله بقى قريناه كتير. In 2015, the New England Journal of Medicine reported that the sodium glucose cotransporter 2 inhibitor, اللي هو اسمه الامبagliflozin, resulted in a reduction in cardiovascular death, non-fatal MI, and non-fatal stroke when added to standard care of the patient of type 2 diabetes at high risk of cardiovascular event. They expressed the result per 1,000 patient years with the empagliflozin having an event rate 37.3 على 100 patient per year, placebo 43.9 على 1,000 patient per year. Using the information approximately how many patient high risk at high risk adverse effect or high risk of adverse of cardiovascular outcome needed to be treated with empagliflozin to prevent the cardiovascular risk non-MI and non-fatal stroke. عايز النمبر need to treat صح كده؟ وقت واحد على واحد على الاثنين دول. واحد على الفرق اللي بينهم. طب الفرق اللي بينهم قد ايه؟ 39 74 حوالي 5 6 لا مش 5 4 شويه 6 6 ونص 5 وشويه 5 وشويه الله يعمل حساب. هيبقى واحد المعادلة واحد على الفرق اللي بينهم، الفرق اللي بينهم قد إيه بقى؟ مش كده ستة ولا جاية؟ ستة و قول 45 تمام 45 و لا سوري 44 والتاني ده 73 ماشي 73 من 44 حوالي تقريبا 7 يعني 44 7
ماشي. 6 و8 من وهكذا 10 صح؟ الفرق اللي بينهم. بالظبط. 6 و8 تمام. طيب 6 و8 من 10 على 1000. ما انا اقول لكم معلش خليني اكتب هنا، يعني 1 على 6 و6 و8 على 1000، ال1000 هتطلع فوق. طب وفوق 1000 ستة وثمانية 1000 منها قسمه، ستة على 1000 قسمه على الكلام ده هيطلع كام بقى؟ الألف لو قسمناها على 5 كام؟ ايه؟ الألف لو قسمناها على 5 هيطلع كام؟ 200 هيطلع 200. هي الخمس هتبقى ناحية ال 200 يعني. يبقى 150. الرقم ده هيطلع 150؟ اه يعني ننزل لا على 7، على اه 7 صح ده 7 اقرب. 7 صح. اه كده يطلع غلط كده. لا صح صح برافو. المشكلة الأرقام اللي بيجيبها ساعات مكلفة يعني، مش عارف يعمل إيه دي. طيب إزاي كاتبها تحت إزاي؟ بس على السريع كده، هو إيه عمل زي 6 و6 زي ما عملنا، وبعدين قسم بقى القصة دي، رفع الألف فوق برضو زي ما عملنا إحنا، رفع الألف فوق وقسمها على 6 و6 51 ماشي كده. 151. يعني الموضوع بالتقريب يعني برضو وقرب، ليش رقم صحيح. إيه اوكي ناخد سؤال تاني. During subdivision at what stage or do sister chromatid move to the opposite end of the cell؟ الأنافيز. الأنافيز اه صح. اما الميتافيز كانوا بيترصوا بس. البرو ميتافيز اللي هو كان فيه اللي هو نيوكلير ميمبرين الشيشة. صح؟ ايوه بدي الصلب. والتيلوفيز بتتقسم الخلية بتحصل لها بنش اوت، تمام. والسايتوكينيزيس دي كانت ايه بقى؟ ما فيش سايتوكينيز ده اي كلام. هي يمكن تبع التيلوفيز سايتوكينيزيس دي ولا لا؟ مش عارف. كان في حاجة قبل البرو ميتافيز كانت ايه؟ بنسميها ايه؟ بروفيز بقى؟ لا هي برو ميتافيز اول واحدة مش حاجة قبلها. معناه اللي كنا بننساه دايما ده كان لا برو فيز قبلها يا دكتوره تيسير، كان برو ايه اللي فيز بيحصل قبلها فيها؟ اللي بيحصل فيها كروماتين كوندنسيشن اللي كان جاي عليها سؤال اصلا ونسيناه عشان ما بنقراهاش، لا عشان هو بتبقى ايه، هو محطوطه في الازرق. برو فيز ولا برو ميتا فيز؟ في اول حاجه برو فيز، بعدها برو ميتا فيز، ايه بعدها جيبها لك يا الميتا دكتوره فيز، بعدها تيسير، الانا فيز. جيبها لك عشان اهي اهي الازرق دي هي المهببه دي اللي بننساها على طول. كنا برو فيز، ما بعدها برو تشغلني ميتا منك. فيز، بعدها ايوه ميتا فيز، وبعدها الانا فيز اللي هو بيتسبريت، وبعدها الايه التيلو فيز. انا اخترتها تيلو فيز على فكره، مش عارف ليه انتوا اخترتوها انا فيز يا جماعه، انا مش عارف ما ليه تيلو اخترتوها كده. مش هو بيقول لك arrived at opposite side of chromatid، يبقى تيلو فيز، ليه انا فيز انتوا اخترتوه؟ ايوه حتى بيقول لك قصدي كروماتيد arrived بيموف اهو. للأوبوزيت، اما هنا بيوصل للأوبوزيت. هو إذا كان عايز يقول كروموسوم بقى، سبريت ازاي؟ معلش السؤال تاني بيقول عشان امتى يبقى كل واحد في بس هو هنا الان هو هتختار الأنا. كان طب بيقول هات ايه السؤال بقى؟ تاني. اه بيموف هنا الأوبوزيت تاني السؤال يعني الارايف. في حتة لولبية كده. لا لما يبدأ يموف يبقى كده الانافيز، التيلو فيز بقى يبقى خلاص اوريدي وصل للايه الرايف. البولز يعني. اه طب نعدي الكلام ده احنا قرأناه يعني متهيألي كده. ماشي تمام. يعني يا شباب ما النيو سكريننج هبقى كام كده؟ ماشي 85. 150. A new screening test has been developed for depression. This was tested in cohort على 350 patients. 100 من 350 have existing diagnosis of depression. ماشي 100 من 350 بس. Almost amongst these patients, 75 of them were tested positive using screening test 75%. Among the remaining اللي هم 250 who don't have depression, 50 of them were found to be positive test. طيب
What is the sensitivity of the new screening? ماشي true positive اللي هما 75 على ال true positive ال 75 على ال false على ال disease sensitivity 75 على ال disease على 100 75 على 100 بس خلاص 75% sensitivity portion of patient with condition will have positive result. تمام احنا قلنا 75 sensitivity calculated by depending number of true positive على total number اللي هو 75 على 5 7 على 75 زائد 25 بدناك منين يا جماعه؟ شفتوا كلامي في الاخر؟ The prevalence of depression in cohort study 29% calculating by total number of true positive and false negative of by total number of the cohort 75 على زائد 75 على 350. لا حد فاهم دي بقى اشرحها لنا؟ انا مش فاهمها بصراحه. ليه هم 350 عيان تمام؟ 100 منهم كانوا عندهم ديبريشن البريفلنس 100 على 350 كل سامبل كده سواء اللي هو الميز يعني تيست ولا نيجاتيف فولس نيجاتيف ولا هو ترو بوزيتيف. النهايه هم ديزيز برضه يعني الديزيز الديزيز ده على النمبر التوتال نمبر ده البريفلنس. طب احنا الحاجات الثانيه عدت علينا بتهيألي ان نعديها. ماشي تمام. Which follow which one اكتب تيسير حد ثاني يقرا يعني كل واحد كده عشان ما ننامش مع بعض. ماشي لو تعبت اقرا انا مش مشكله. لا ما عنديش مشكلة كل واحد بحس عشان ايه طيب. يعني طيب, طيب كملي كملي لو حابة تقرا كملي كملي يا دكتور. ماشي لو دكتور محمد عايز مثلا حد يعمل روت مفيش مشكلة سير يا دكتور احمد. لا لو انت تعبت ولا حاجة كتير لا ماشي لو تعبت ماشي استاذن منكم مفيش مشكلة ماشي. Which one of the following is not recognized cause of hypocalcemia hypoparathyroidism البندوفلوروميثازين سودو هايبو باراثيرويدز اكيوت بانكرياتيتس اكيوت رابدوميولايز البندو السايسايد لا السايسايد الاكيوت في هايبو بالظبط ده اللي بيبقى معاه هايبر كالسيميا عشان كده عكس اللوب ده كله هايبر تمام عكس اللوب صح ده مظبوط الكوزز الكوزز قلنا احنا بنعمل لهم مع بعض الفيتامين دي ديفيشنسي اللي هو بيمنع استماليشا مع السي كي دي دول مع بعض الهايبو باراثايرويدز مع اختها اللي هي السودو تمام واحده عشان انسنسيتيف بي تي اتش والثانيه اساسا البي تي اتش سكريشن قليل رابدوميالوسيس قلناها هتبقى مع تقريبا اكيوت بانكرياتيتس لا هم مش لهمش علاقه الرابدوميالوسيس هو انيشال ستيجز magnesium deficiency due to end organ of pH resistant massive blood transfusion acute pancreatitis الأربعة دول مع بعض. كل بنكرياتيس بي كونسيوم الكالسيوم عشان بس الكالسيفيكيشن بالظبط. سابونيفيكيشن which one of the following reduce secretion of renin Eric Butcher adrenaline hyponatremia hypotension beta blocker الرنين الرنين بيتهيألي صح؟ لا البيتا بلوكر عشان احنا كده كده قبل ما بنعمل التيست بتاع الكونز المفروض بنوقف البيتا بلوكر على ما اعتقد صح؟ والاي سي فتره ولا ايه؟ انا مش عارفه ده الاكسبنشن اللي معايا قصدي الادرينالين هيعمل فازو كونستريكشن فهيقلل لا فهيزود الرنين صح؟ لو عمل فازو كونستريكشن هيزود والإيركت هيزود عشان البلاد فلو يعني طيب متهيألي فكر صح كده رينين is secreted by the extracellular cells hydrolyzed by angiotensin to reduce angiotensin 1 ماشي ايه هو الستيمولينج فاكتور هايبوتنشن cause reduced renin perfusion الهايبوناتريميا sympathetic nerve stimulation كاتيكولامين اريكت بوستشر يعني احنا هنحط هايبوز مع بعض الهايبوتنشن والهايبوناتريميا بيعملوا لنا اي حاجه فيها sympathetic stimulation nerve stimulation او كاتيكولامين دي المفروض بتزود لنا هو والاريكت بوستشر ماشي
ايوه، ايه هو الفاكتور اللي بتبلوك البيتا بلوكر واللانسترايدر؟ غريبة عن السترايدر، ماشي. البيتا بلوكر والانسترايدر، النان سترايدر كانت بتتحكم في الافرنت ولا الافرنت؟ في الافرنت صح؟ في الافرنت. اه فهتزود البلاد فلو فهيقل الرنين. لا، بتعمله فازو كونستريكشن، عشان كده احنا ما بندوش عيان السي كي دي، بتقفله، فعشان هتقلل كده البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين هي اللي بتعمل فازو دايليتيشن. تعمله فازو كونستريكشن. فهو المفروض العكس، يعني ان هي بتقلل التمرين زي ستيت اوف هايبر بيرفيوجن يعني. طيب اوكي، يبقى الان سيد والبيتا بلوكر دول بيقللوا الرنين. اوكي، خد سؤال تاني. Fragile X syndrome is associated with the one of the following except small firm testes, mental retardation, hypotonia, short stature, low large lucid ears. لا، الأخرانية دي صح. هو كان long ولا short stature؟ أنا أعتقد كان tall stature مش short. شورت، هو اول واحد لا شورت، وشورت عنده شورت. ايوه شورت، قصير زي الترنر بالظبط. شورت هايبوتونيك، هايبوتونيا لارج لو ست ايرز، وعنده مينتال ريتارديشن. يبقى دي الاجابه، الفيتشرز بتاعتها. نقراه طيب. فراجيل اكس سيندروم از تراينوكليتايد 3 دي ديس اوردر. حد فاكر ايه؟ اكسبنشن. لا ماشي، انهي تراينوكليتايد انا انهي واحده؟ فيهم كان ايوه سي جي جي، كان الثاني، اما ده كان يمكن تالي سي سي جي. جي جي صح، سي جي جي صح، تمام. الثانية الكيج كان الهانتنجتون، هانتنجتون ديزيز. اوكي. فيتشر ان ميل انكلودينج ليرنينج ديفيكولتيز، لارج لو سيتد ايرز، لونج ثين فيس، هاي ارش باليت، ماكرو كورتيز، هايبوتينيا، اوتيزم از مور كومن، ماتر فيربال رولابس. هو احنا اخترنا ايه؟ السمول فيرم تيست تقريبا اللي هي مش موجوده الاجابه، بالظبط. تمام. الماكرو كورتيزم دي هي اللي عكسها صح، تمام ماشي. فيتشرز ان فيميل هو هاف نو فراجايل سيندروم، هاز وان نورمال اكس سيندروم رانجينج فروم مايلد تو مودريت. عشان هي معاها 2 اكس فبيبقى السيمبتومز بتاعتنا مايل تو مودريت. طيب دايجنوزيس باي انتي نيتالي ان كرونيك فيلوس سامبلينج اور امانيوسنتيسيس، اناليسيس اوف نمبر اوف كرونيك فيلوس سامبلينجز ريبيت يوزنج ريستريكشن انتو نيوكلايد دايجيشن اند ساوزرن بلوت اناليسيس. احنا ساوزرن قلنا اللي هو بتاع الدي ان ايه، فاحنا بنستخدمه ريستريكشن انتو نيوكلايد دايجيشن، ده بتاع البي سي ار، تمام. فاحنا دلوقتي عندنا الفراجايل ده على عكس المارفاين وال بيبقى شورت، تمام. At we, 42 year old gentleman is admitted to emergency department has potential stroke. Later CT scan of his head firm, confirm and establish infarction and unfortunately outside of the thrombolysis window. During the time in emergency department, units a rash of pathing suit under distribution is angiochromatoma. Testing your hypothesis, your slit lamp confirmed presence of corneal whirlies. مش you know I'm angiochromatoma. AOS. Fabry disease. كنت شرحته لنا قبل كده دكتور تيسير. الكاستيديل عايزين نقوله بس عشان حاجة جديدة، عبارة عن ايه؟ or cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarction and leuko encephalopathy. ده عبارة عن الترم بتاع الكاستيديل، عبارة عن autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarction. عشان الارتيروباثي ده بيبقى في مقفول سنة فبيعمل لنا subcortical infarction والليوكو encephalopathy. Is an inherited dominant with presence of history of migraine and multiple strokes. Is not associated with angiochromatoma or corneal whirls. تمام. MLS or mitochondrial encephalopathy with acidosis and stroke
and symptoms is weakened by absence of lactin, lactic acidosis in the stem. يعني هو في الهيستوري ما هوش لاكتيك اسيدوزس.